ريال بيتيس الدور الاسباني الدرجه الاولى وين الجوله الرابعه وين شفنا كيفاش خطاب ريال بيتيس رغم الاداء في الجوله الماضيه لكن اليوم خطافي وين شفنا كيفاش قضى على احلام ريال بيتيس في الشوط الاول بعد ما شفنا كيفاش كانت المباراه والمباراه اللي كانت قويه وين شفنا كيفاش انخيل وين سجل في الدقيقه 13 شفنا مارك سجل دقيقة 39-32 أخي لويس يعود كذلك ويسجل الهدف الثالث والثاني له شنا كيفاش كانت المباراة وين الشوط أول ثلاث أهداف وين الشوط أول اللي انتهى ثلاث أهداف شنا كيفاش مانويل المدرب تاع ريال بيتيس اللي دخل بخطة 4-2-3-1 شنا كيفاش بيبي المدرب تاع خطافي اللي دخل ب 4-4-2 يعني شنا كيفاش رغم أن الشوط الثاني بعد ما خطافي وين خاصة 25 دقيقة الأخيرة وين تراجع الوراء وين قاعد يلعب بخطة 5-4-1 شاهدنا كيفاش ريال بيتيس وين غير الخطة تاعو قاعد يلعب ب 4-3-3 وين شاهدنا 65% نسبة استحواذ البيتيس خطافي 35% وهذه 508 تمريرات بيتيس 175 تمريرة الخطافي شاهدنا دافيد سوريا الحارس الذي أنقذ المرمى تاعو من عدة أهداف أنقذ المرمى تاعو من الشوط الأول والشوط الثاني شنا كيفاش سواريز دامين سواريز شنا كيفاش خافيير شنا ماتيس شنا ألان شنا ماورو نيماني شنا مارك شنا خون أخيل سوريا لويس اللي سجل هدفين دافيد تيمور يعني نقولوا بلي شنا كيفاش وين عيسى ماندي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 83 بعد ما كانوا منهزمين يعني سيدني شنا كيفاش سيدني دي سيلفا شنا إيلاكس شنا ويليام يعني نبيل فقير اللي خرج في الدقيقة 72 شنا لوزان ليزازو كريستيان شنا كيفاش باولو شنا أنطونيو نقولوا بلي المباراة هذه اللي كانت وين الجولة الثالثة وين شفنا كيفاش خطافي يفوز بالأداء والنتيجة على ريال بيتيس في هذه المباراة الدور في مباراة الدور الإسباني الدرجة الأولى وين خطافي يفوز على ريال بيتيس بالأداء والنتيجة.